السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome everybody. اليوم بإذن الله تعالى هنقرأ وهنكتب مع بعض هذه القطعة. Today we're gonna read and write this piece of paragraph. Let's get started. القمر. القمر. القمر هو كرة من الصخر تدور حول أحد الكواكب، وقمرنا هو مكان صخري جاف لا رياح به ولا أمطار، لا يمكن لكائن حي أن يحيا عليه. القمر. القمر. ال ال ق القى ما القى ما القى ما القمر القمر ر القمر 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 القمر. The complete Arabic reading and writing course for non-Arabic speakers is available now on our website. Check the link in the video description. Alkottaab.com. هو 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 و هو هو كرة كرة كو كو را را تو كورة تو كورة تو تون كورة تون كورة تون كورة تون. عندنا هنا تنوين بالضم، تنوين بالضم. لما بنلاقي عندنا علامتين ضمة يبقى عندنا هنا التاء المربوطة هتتنطق بهذا الشكل، هتبقى تو معاها النون الساكنة تن تن. We have here تنوين بالضمة. When we find two dhammas on the last letter, so we must pronounce it like this. Here we have تاء مربوطة. We will pronounce the تاء مربوطة with ضمة تو plus نون والسكون تن تن كرة تن كرة تن. منا منا مي مي نا منا 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 الصخري الصخري أص 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 أص. زي ما احنا شايفين عندنا حرف اللام لا ينطق، we don't pronounce this لام. أص 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 حرف الصاد بيتكرر مرتين، بيتنطق مرتين، we pronounce this صاد two times. أص أص طالما بننطقه مرتين يبقى لازم يكون عندنا شدة. الشدة معناها ان عندنا هنا اتنين حرف صاد. When we find شدة on any letter it means that we must pronounce it two times. So here we have double صاد. أص 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 وعندنا صوت فتحة. أص الصخ 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 ري ري الصخري 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 الصخري. تدور تدور ت ت دو تدو تدو مد بالواو long vowel واو تدور 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 حول حول ح حو حو لا حول حول. طالما عندنا سكون لازم نعمل وقفة على الحرف الساكن. When we have سكون we must pause on the letter. حو لا حول حول. أحدي أ أ ح أحا 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 دي دي أحا دي أحا دي. الكواكب ال ال ك الك الك و
الكوا 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 مد بالالف لونج فاول الف الكوا الكوا كي الكواكي بي الكواكبي 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 وقمرنا وقمرنا و ق ما قام رو قام رو ن قامرونا مد بالالف لونج فاول الف نا قامرونا قامرونا قمرنا قمرنا وقمرنا وقمرنا مكان مكان ما ما ك ما ك ما ك مد بالالف لونج فاول الف ما ك نون نون مكانون مكانون هننطق الحرف ده ازاي؟ هيتنطق بالشكل ده نون 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 تنوين بالضم مكانون we'll pronounce this letter like this we have تنوين بالضم مكانون 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 صخريون صخري ص صخ صخ ري صخري 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 ايون ايون حرف الياء بيتنطق مرتين we pronounce ياء two times صخري صخري عندنا شدة عشان كده بيتنطق مرتين we have شدة that's why we pronounce it two times صخري المرة التانية والأخيرة هننطقه بالتنوين بالضم we will pronounce it the second time with تنوين بالضم صخري طب تعالوا نشوف المقاطع بسرعة let's check the syllables ص صخ ري ياء والسكون ياء وز تنوين بالضم نشوف المقاطع صخ ري ين صخ ري ين 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 صخ ري ين صخ ري ين صخ ري ين جاف جاف ج ج جاف فن 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 جافن جافن لا 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 ومد بالالف لونج فاول الف لا لا ممكن نكتب لا بشكل تاني we can write لا in another way لا مد بالالف لونج فاول الف لا 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 رياحة ري ري يا ريا يا ريا ريا ح رياحة 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 به ب هي به به و لا ولا ولا أمطار أمطار أ أم أم ط أم ط ط أم ط أم ط ر أمطار 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 يمكن يمكن يو يم
يوم كي يوم كي يوم كي نو يمكن يمكن لكائن لكائن لي لي ك لك ك لك لك اي لك اي لك اي ني نن ني نن لكائن لكائن هننطق هنا ازاي هننطق كده نن 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 لكائن 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 حي حي ح ح حي إين إين بننطق حرف الياء مرتين we pronounce ياء two times إين يبقى عندنا شدة إين 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 حين حين وعندنا تنوين بالكسرة حين 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 أن أ أن أن يحيى يحيى ي يح ي يحيى يا مد بالالف لونج فاول الف يحيى 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 عليه عليه ع ع لا على على علي 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 هي عليه 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 القمر القمر هو كرة من الصخر تدور حول أحد الكواكب وقمرنا هو مكان صخري جاف لا رياح به ولا أمطار لا يمكن لكائن حي أن يحيا عليه أتمنى أن حلقة اليوم تكون عجبتكم I wish you like the class and see you in another one ونشوفكم في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته